بشكل متزامن حشدت أجهزة الدولة معداتها الثقيلة لتنفيذ القانون ضد مخالفي قانون البناء، فهذه المخالفات يتخذها البعض وسيلة للربح السريع بالتعدي على أراضي الدولة تارة وبتجاوز حدود الارتفاع المحددة قانونا تارة أخرى. فين التخطيط للكلام ده؟ فين الرخص للكلام ده؟ لا لا لا، هو ده كلام خطير. اوعى حد يتصور ان الدولة وهي مشغولة في المواجهة ديت مش هتبقى واخدة بالها ان الكلام ده مش احنا بنحل مسائل بقالها سنين طويلة خاصة بالتعدي على الاراضي وعلى البناء غير المخطط ليه. لا، احنا مش هنقبل كده. كان هذا التصريح إشارة البدء لانطلاق حملات إزالة البنايات غير المرخصة في المحافظات كافة. تم التعامل مع 5700 حالة تعدي، سواء بقى كانت مخالفة أو تعدي على أملاك الدولة أو أراضي الدولة. هكذا أبدت الدولة عدم التهاون مع هذه الظاهرة التي تمس هيبتها. الإزالة ليست الإجراء الوحيد في مواجهة البناء العشوائي، فالنيابة العسكرية تنتظر منتهكي قانون البناء الذي يحظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية أو متطلبات الدفاع عن الدولة أو تلك المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني. بيقظة واضحة تتصدى أجهزة الدولة لمحاولات استغلال الانشغال العام بمواجهة وباء كورونا في ممارسة أنشطة بناء غير قانوني، وهو ما يضاعف حجم التحديات التي تواجه البلاد بشكل متزايد. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.